قامت فرقة جولات ساحل بجاية برحلة استكشافية إلى عاصمة الأوراس باتنا، حيث استقبلوا من طرف أعضاء جمعية ثاموسني للثقافة الأمازيغية بإنوغيسن استقبالا حارا يليق بهم هذه الجمعية المحافظة على عادات وتقاليد الإنسان الأمازيغي الأصيل. أزول في اللون مرحبا سون غرنا غسان تشني ديت مورث ديت غيوان تنين وغيسن أونيني غسا تي دوكلا تاموسني لقنو غيسن الصوف نغسني جو سين دوكا النغن بابور الساحب أقلان وسيد غرنا سيب جايا. لتبدأ بعدها الرحلة في هذه المنطقة التي تحتوي على مناظر طبيعية خلابة التي استقر فيها الإنسان الأمازيغي قديما لاحتوائه على عنصرين هامين للحياة الأرض الخصبة والمياه. كانت بعدها الوجهة إلى شرفات الغوف مرورا بمتحف الشهيد العقيد المدعو سي الحواس. هكذا لتصل فرقة جوالة ساحل بجاية إلى شرفات الغوفي مع المرشد السياحي الحواس. دونك أنا غوفي أو كانيون أو بالكون نيميرو 1 دي الفيلاج تاوريت افيك لي روندون دي ساحل كيما سي لا دوزيام فيزيت تاعهم. دونك اون فا ديسوند فيغ لوتر لو فيلاج تاوريت افيك سون غوني كوليكتيف اون ديسوندون لواد voir la palmerie في الواد اون با et monter vers l'hôtel transatlantique et puis sortir du balcon numéro 2. Donc ici, les falaises font peut-être 60 à 50 mètres de hauteur. شرفات الغوفي التي تحتوي في خلجات ثناياها مناظر طبيعية تأسر الزائرين والسياح لها. شرفات ممتزجة بواحة ذهبية يمدها الواد الأبيض بالحياة. Azouf Laoun, salam alaikum. Donc, les randonneurs de Babor, on a organisé une sortie sur la capitale des Aurès. On a commencé par le mausolée royal de Numidi, Mdrassen. On a continué sur Inourissen, sur l'invitation de nos amis, que nous saluons beaucoup. لتنتهي رحلة فرقة جوالة ساحل بجاية بالمناظر الطبيعية الخلابة. Oh, my God.